أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول علي الحرام يقصد بها يمينا، وما كفارة الحلف بغير الله؟ إذا قال عليه الحرام فهو على حسب نيته، إن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينوي شيئا فإنه يكون يمين. إذا قال عليه الحرام ولم ينوي ظهارا ولا طلاقا إنه يكون يمين، مثل اليمين بالله فيه كفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والحلف بالله، الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. اختلف العلماء هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة على قولين. قول الأول أن فيها الكفارة مثل اليمين بالله، قول الثاني أنها ليس فيها كفارة لأنها لم تنعقد، الحلف بغير الله لا تنعقد لا تجب فيها الكفارة، وهذا هو الراجح، هذا هو القول الراجح. نعم.